مع مس نور على شكل الهمزة في أول الكلمة. عندنا ثلاث أنواع للهمزة. يلا يا عمر، ما هي أشكال الهمزة في أول الكلمة؟ همزة مد وهمزة وصل وهمزة قطع. تمام، إذا لدينا ثلاث أشكال للهمزة بأول الكلمة، إما أن تكون همزة القطع أو همزة الوصل أو همزة المدي. الآن مس نور معكم وبدها تسألكم عن أشكال الهمزات الموجودة أمامكم على السبورة. جاهزين؟ يلا تمام. نور، نوجه سؤال عن أول شكل للهمزة في أول الكلمة، اسأليهم. ما أشكال الهمزة؟ همزة مين الأولى؟ همزة القطع. يلا أشكال همزة القطع، نور تختار. يلا يا نور اختاري حدا يجاوب. همزة فوقيها فتحة؟ فوق الألف. تمام، الهمزة الثانية. همزة فوقيها ضمة. همزة على الألف عليها ضمة. ممتاز يا محمد. رقم ثلاث، ما هي الشكل الثالث لهمزة القطع؟ همزة تحت الألف حركتها كسرة. إذن هاي هي الأشكال الثلاث الأولى زي ما عرفتكم عليها مس نور. الآن بدنا نتعرف على أشكال همزة الوصل. من يعرف همزة الوصل؟ ما هي شكل همزة الوصل يا رابع؟ علي صوتك، نكتبها على السبورة اللي أمامك، شو رأيك؟ يلا يا تالين، يلا تالين نكتبها على السبورة اللي أمامك عشان يعرف محمد ما هي همزة الوصل. هل هذا الشكل صحيح يا محمد؟ ممتازة يا تالين. يلا يا محمد نكتبها. تمام، ما هي همزة المد؟ من يعرف شكل همزة المد وبكتبها على السبورة اللي أمامه؟ اختار يا محمد. همزة. يلا يا حمزة، ما شكل همزة المد؟ نكتبها أمامنا. هل هذا الشكل صحيح يا محمد؟ حيولة حمزة. يلا